عزيزي المشاهد، يا هلا ويا مرحبا فيك مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لوحات شعبية. سلام سلام يا عز الكويت وذراها، يا درعها من كل غاضب وغدار، يا جابر العثرات حامي حماها، يا نورها لا غطلست فيها الأنوار، أنت الشجاع اللي رفع مستواها وخلالها بين المخاليق تذكار، رسم سياستها وطور بناها وعمت شوارعها الحدائق والأشجار، تزخرفت بالخير وابعد شقاها وغنى لها طير السعد بين الأقطار، لبست ثياب العز واشرق سماها، في عهدكم يا شيخنا وفي الأشبار هي من اللي ما لحقنا جزاها، وجابر حبيب الشعب والوالد البار، مشى مشاريع لشعبه رضاها وخلى فقراها يصيرون تجار، خلى بلدنا ناعمة في رخاها وارخص بها كل البضايع والأسعار، من سكته سود الليالي نصاها يصبح بخير عقب ما هو بمحتار، يا ابو مبارك يوم ذعذع هواها اصعد بها يم الثريا والأقمار، واضرب بسيفك من عصاك وعصاها وادعس على الكايد اللي صار ما صار، الشعب كله من فداك وفداها، من دونكم نرخص ثمينات الأعمار، شعبك على الواجب يلبي نداها، مواقف تعرف على دوس الأخطار، تمت وصلوا عد ممطر حياها على الذي نجاه ربي من الغار. الزميل الشاعر مفرح الضمني انطيري. أعزائي المشاهدين، عودناكم معنا كل أسبوع أن نلتقي بأحد شعراءنا الشباب. شاعرنا لهذه الليلة الحقيقة شاعر معروف على الساحة الشعبية، شاعر له باعة في مجال الصحافة الكويتية، وكذلك أيضا له باعة في مجال الصحافة الخليجية. فشاعرنا الحقيقة يكتب عن الشعر النبط في الكويت، ممثل للكويت لدى إحدى الصحف الخليجية. باسمك عزيزي المشاهد نرحب بالشاعر خالد الحيان. مساك الله بالخير أبو ضاري. مساك الله بالخير، حياك معنا، الله يسلمك. الله يحييك، وأنا سعيد حقيقة أني ألتقي فيكم وألتقي في الجمهور الكريم عبر البرنامج الرائع حقيقة لوحات شعبية. فرصة طيبة، الله يسلمك. احنا عرفناك للمشاهدين بصفتك محرر في أحد الصحف المحلية، وأعتقد أنت في النهضة. نعم، أنا في مجلة النهضة. اي نعم، مسؤول في ديوانية الشعر الشعبي. أسبوعية هذه؟ اي نعم، أسبوعية. طال عمرك صفحتين؟ ثلاث صفحات. اي نعم. هذه طال عمرك بتجيكم رسائل وبتجيكم؟ والله حقيقة رسائل كثيرة، يعني إذا أنا في اليوم تجيني 10 رسائل، يعني في الأسبوع 70 رسالة. من داخل الكويت؟ من داخل الكويت ومن خارج الكويت. اي نعم.
في مجلة النهضة. في مجلة النهضة نعم. الله يسلمك، أنا الحقيقة سمعت وقريت أيضا لك نشاط أيضا خليجي على مستوى الخليج، أنت مسؤول عن طال عمرك فجر الشعراء الإماراتي. فجر الشعراء الإماراتي. نعم أنا عضو في فجر الشعراء الإماراتي، طبعا أمثل الساحة الكويتية، وهذا طبعا شرف أنا أعتبره لكل شاعر كويتي. ما في شك. لي طال عمرك، وهذا أول شاعر، أول شاعر تم اختياره، هذا الاختيار يجي عن طريق فجر الشعراء الإماراتي هنا. هناك الله يسلمك فجر الشعراء يعني هي مو خاصة بالشعر الإماراتي. في الشعر الخليجي. الخليجي. نعم، وكل دولة كل دولة يأخذون منها شاعر واحد يتم اختياره. طبعًا أنا اختاروني من 92. كلام هذا من عام 92. نعم، من سنة 92 اختياري حتى السنة. تمثل الكويت. تمثل الساحة الكويتية. الكويت. الشعر النبطي أنت اللي قاعد تغطي. نعم، الأخبار الشعبية، القصائد، لقاءات مع الشعراء. شيء جميل. شعراء هني عندنا بالكويت. بالكويت وأرسلها إلى. نعم. شيء جميل هذه، والحقيقة بادرة طيبة أنك تنقل صورة مشرقة عن الشعر النبطي في الكويت في الخليج العربي. الله يسلمك. الله يسلمك أبو عبد الله. فيه الحقيقة أيضا بنسمع الليلة من قصيدك، فيه عندك قصيدة دخيلك يا هوى بالي ترد القلب أصحابه. نعم، نسمعها. الله يسلمك إن شاء الله. دخيلك يا هوى بالي ترد القلب لأصحابه، ترى مقدر على بعدك حياتي لا تخليني. دخيلك يا هوى بالي ترد القلب لأصحابه، ترى مقدر على بعدك حياتي لا تخليني. أنا الولهان لك شفقان، أنا اللي فارق أحبابه، أنا اللي ضمك بعينه عسى عينك بعد عيني، أنا اللي كان لك وافي طلبتي وكل طلب جابه، ذكرتيني حياة الروح ولا ما ذكرتيني. أنا اللي كان لك وافي طلبتي وكل طلب جابه، ذكرتيني حياة الروح ولا ما ذكرتيني. أنا الشاعر، أنا اللي قد نقش اسمك على بابه، أنا الساهر على هاك القصيد ارويه ويرويني، ولا شعري نطق باسمك دموع العين سكابه، غصب والله حياة الروح ليه انتي نسيتيني حياتي يبعد روحي يريم من قد تغنابه، ترى ملقى ابد مثلك يا عمري من يداريني، ذكرت العين والشفين وهاك الزين وحجابه، حقيقة ساهر الليلة وجمر الحب كاويني حزين وخاطر الليلة أبي منك ترى إجابة، تحبيني حياة الروح ولا ما تحب ولا ما تحبيني. صح لسانك. إذا الله يسلمك ما تحبك عقب هالقصيدة وهالمشاعر الطيبة. الله يسلمك. القصيدة هذه أنا سمعت كان لها ردود وكان لها رد أيضا من تنهات نجد. أي نعم طال عمرك، هذه القصيدة عرضوني فيها يعني كثير. أي نعم. من شعراء الخليج يعني من شاعرة تنهات نجد من الإمارات، والشاعر الوافية من البحرين، والشاعر ناصر غزاي العتيبي، يعني حقيقة ما يسعني الذاكرة الأسماء الشعراء الشاعرة مجموعة يعني من القصائد. أي نعم، من ضمنهم تنهات نجد. أي نعم أنا أذكر والله حتى رد الحقيقة. نعم تنهات نجد أذكر حتى مطلع أبياتها حافظ، يعني حافظ حقيقة القصيدة كلها. أي نعم. تنهات تقول عسى يا خالد الدنيا تجيك وتقبل عتابه، يبادلك الوفا غالي فقدت بزحمة سنيني، تقرب شوفتك عينه بشاير خير تزهابه، تمنى خاطرك تمسي ويصبح حزن طاويني، ألا يا شاعر انكحل حروف الليل بهدابه، يا سلام وشيمت قلبك الوافي شعور إحساس يبكيني. ما أدري والله أنت روح، لكن آخر شيء تقول يا خالد ما لها الدنيا بثوب الخوف تكسيني، ما لها الدنيا بثوب الخوف تكسيني. أي نعم. صح لسانك أبو ضاري. صح لسانك. الله يسلمك. فاتها عيون حائرات جتني وشافتها عيون حائرات، ذا شعاع الشمس أو هذا سنا، ضاعوا اللي جو معاها مسيرات، ضاعوا اللي جو معاها مسيرات، وقبلت تمشي تقل محد معاها.
سلمك في قصيدة أيضا لك الحقيقة أنا قريتها. نعم. على قريتها الحقيقة في إحدى الصحف. على خبرك حبيبي ما تغير خالد الحياة. أنت بتحرجني. لا الله يسلمك. لا البيت هذا أنا ركب عندي. على خبرك حبيبي ما تغير خالد الحياة. على القافية يعني. نعم. بس هي لها كان لها مطلع. أي نعم هي البيت هذا قبل الأخير أعتقد. قبل الأخير. موضوع القصيدة طبعا. فمطلع القصيدة أقول هلا بك يا عيون الشاعر اللي طرز القيفان لجل هاك العيون اللي وسيعات ومفتونة هلا بك يا بعد روحي هلا يا قايد الغزلان هلا وعداد ما هلل المطر من عالي مزونة أشوفك بسمة العاشق وأشوفك لوحة الفنان رسم هاك الجمال اللي نثر شعره علم تونة حياتي يوم شفتك والقصايد هاضت الشفقان تشوقت القصيد وشيلة الطاروق والحونة أنا شاعر وعرف أن القصايد راحت الخلان لجل ذلك كتبت من القصيد بحور موزونة سرابي هاجسي وثر الهواجس تالي السهرة ولا مني سهرة الليل شفت النفس محزونة تعالي والطفي بحالك عليل يشكي الحرمان نقل حمله على مر الليال وباح مكنونة أنا من سبتك قلبي تراهم ولع الحيرة تولع بك ولا فاده كلام اللي يعذلونه على خبرك حبيبك ما تغير خالد الحيان قلاتك والسنين اللي مضت في محجر عيونه على خبرك حبيبك ما تغير خالد الحيان قلاتك والسنين اللي مضت في محجر عيونه هلا بك يا هوا بالي هلا يا قايد الغزلان هلا وعداد ما هلا المطر من عالي مزونة من عالي مزونة صح لسانك ابو ضاري صح لسانك صح الله يسلمك الحقيقة شاعر يعني يكتب ما يشعر فيه يعني فيه أذكر أنا ثلاث أبيات في أحد الشعراء في أحد الشعراء يوم يقول تشيل أشقر أن يشبه الشلال في بيروت سلام. تنثر ذهب صافي على طول قامتها أنا في حل نومي وجاوبتها بالصوت نسيت أنها انهت قبل مدة علاقتها سلام. وهي لو تكلم واحد في فراش الموت تنهض وقال اليوم نفسي بصحتها يا سلام صح لسانك ابو ضاري صح الله يسلمك كثرنا عليك قبل نختم لقاءنا الحقيقه ولو انا سعيد حقيقه اني التقي في الجمهور الكريم يعني واحنا اسعد الله يسلمك واحنا اسعد الله يسلمك فيها سمعت عندك قصيده حديثه هاليومين مسويها نعم طال عمرك الله يسلمك نبي اسمعها مشاهدنا الله يسلمك ان شاء الله ودي اكون اقرب من الرمش للعين ودي أكون أقرب من الرمش للعين وكون أنا عينك وملك نظرها ودي مدامك زهرة بالبساتين اقطف ثمارك قبل طلعت شجرها قبل طلعت شجرها ودي أكون أقرب من الرمش للعين وكون أنا عينك وملك نظرها ودي مدامك زهرة بالبساتين اقطف ثمارك قبل طلعت شجرها أنت شقى عمر مضالي من سنين وانتي حياة الروح وانتي قمرها مدري متى يا نور عيني تحنين قربك أنا روحي وبعدك دمرها ما كنت أصدق في كلام المحبين واليوم عيني من عيونك سهرها مدري نسيتي صج ولا التناسين يا من تعلق في خيالي صورها حورية فاقت جميع المزايين خلقت إله الكون خالق بشرها خالق بشرها سلامتك كنت سالم صح لسانك ابو ضاري صح لسانك الحقيقه فرصه طيبه احنا التقينا معك الليله وان شاء الله نامل احنا ما يكون لقاء اخير نامل ان شاء الله تكون مشاركاتك معنا لو كان ايضا برسالة قصايدك لنا الله يسلمك انا سعيد حقيقه ايضا الله يلتقي في الله يسلمك الجمهور الكريم واشكر الله يسلمك واحنا شاكرين لك الليله على حضورك شاكرين لك الله يسلمك
الرديات الشعرية عزيزي المشاهد، ومن الرديات القديمة اخترناكم هذه الردية بين الشاعر عبد الله السلوم والمرحوم الأمير محمد الأحمد السديري. بعث الشاعر عبد الله السلوم هذه القصيدة اللي اخترنا بعضها والموجود عندنا، ويقول عبد الله السلوم في قصيدته اللي بعثها للأمير المرحوم محمد السديري: الله من قلب همومه كتمها، وعين لها على لذة النوم رصاد، ونفس على الماضي كثير ندمها، يوم الفخر يكسب على سرج وشداد، فكرت في دنيا أمصيب سهمها، يشكي تعنتها جماعات وأفراد، وجودها عندي يساوي عدمها ما دام حاصلها هو الشرب والزاد، وجودها عندي يساوي عدمها ما دام حاصلها هو الشرب والزاد، نفس تروم الكائدات وحمها، لو ردني من دونها كل رداد، لي خطة فكري بعزمه رسمها، عسى الأمل فيها ولو طال ينقاد، أمال نفسي ما وفى من فهمها إلا بحلوات الأماني ولو عاد، بنيتها لكن زماني هدمها، وأصبحت مفلس مثل شداد بن عاد، من صعبها ما ذقت لذة طعمها، ما ذقت منها غير كاسات الأنكاد، دنيا على المخلوق تملي يحكمها، والله يدبرها على كيف ما راد، نركض بها من شان ندرك قيمها، ولكن مر الهدف واجتهد صاد، سحابة تنفعك منها ديمها، واخرى اتحرك ما بها غير رعاد، وما دام مقياس الأواد مهممها، والله فالأرض الهون عن درب الأمجاد، ما دام مقياس الأوادم هممها، والله فالأرض الهون عن درب الأمجاد، أبركب الصعبات لين اقتحمها، ويصير لي بالعز مصدر وميراد، إن كان يا أبو زيد فزت بكرمها، فأنا قضيت العمر في ثوب الأسعاد، وأدركت فيها كل غالي شمها، وأعلنت فرحاتي على رؤوس الأشهاد، يا مير دنيانا طويل نسمها، وأفعالها بالناس دراس وجداد. قصيدة الحقيقة عبد الله السلوم أطول، وهذا اللي يحضرنا منها. أيضا رد عليه سمو الأمير المرحوم محمد الأحمد السديري في هذه القصيدة، يقول المرحوم محمد الأحمد: يا من بنى زين البيوت وحكمها، آيات فكره بالمعاني لها شاد، آيات كل بالمعاني فهمها، بيض معانيها على الطرس بمداد، ياجب علي إني سريع احترمها، واصغي المعنى طيب الشعر بجهاد، المرجلة بالروح شمر ورمها، واخلص لها واتعب لها يا ابن الأجواد، من سار بدروب المراجل غنمها، كم غازي ينكف تباريها الأفواد، رجلك لدرب العز حرك قدمها، والياس لا تجعل بقلبك لها وجاد، كم خير طرق المكارم غشمها، بقلب على الشدات والكود بولاد، حب الفضيلة والرذيلة لطمها، يمشي على درب المعزة ولو كاد، نفسه عن أهل الذل يرفع علمها، ويرفع مقامه عن قعود بلزهاد، الناس يعرف طيبها من شمها، ومن صبرها عند الشدايد والأجهاد، أرزاق ربي للخلايق قسمها، عمم صخى جوده على بر وبلاد، كم من رذيل نال منها نعمها، والحصن ما شله يذعذع بلنواد، ولو كان جده بومتم من بومها، اليوم كفه
بلمان بن شداد أبوه عند الخايبات يخدمها وهو مع العجز المحاديب طراد لو ان بعض الناس تعطى سهمها ما كان تلقى بالملخام لنساد عن الردي لو لحيته ما حشمها بين العرب يمشي على الخبث بعماد الناس بل والناس تهفي ذممها وفيهم خبيث للمروات جحاد لو طاح بالبيت العتيق وحرمها يبيع حظه بين صادر والراد يا من بيوته بالفضيلة رسمها أسلك دروب المجد بديار الأمجاد الرجل قارات الخطر يقتحمها وبالعزم هو الحزم يصل للأبعاد أرجي بن سلوم تشرف اقممها وقبلك ضحك وجه الدهر لابن عباد. هذه قصيدة الأمير المرحوم محمد الأحمد استيري في رده على الشاعر عبد الله السلوم. يا مقيمين الرجل والندى التقييم كل يحط بمنزل يستوي به الرجل فيه من الرجولة معاليم يرى ويسمع والندى يقتدي به والنذل ما يسوى ولا ربع مليم ولو تزرع المعروف فيه غديبه وظلم البعيد يحلها البعد بتيم لو ما قرينا السوء ما هي تصيبه وظلم القريب يوشم القلب توشيم وكم صابر شاف الأذى من قريبه. الشاعر المعروف خلف ابن هذال العتيبي. دنيا تغير وقتها يا شليويح دنيا تغير وقتها يا شليويح ما عاد تصلح للوجيه السميحة دنيا بحر والناس فيها سوابيح ومن طاح ما هم ابن عمه مطيح. الشاعر محمد ابن شلاح العبدلي المطيري. أنا الذي شفت البلاوي وصديت ومن بعد الشطات قلت شطونه ماني وأنا بندر بهيت ولد هيت هيت إجامل خمة يبغضونه من كثر ما جربت وقبلت وقفيت قولت هلا في بعض ناس مهونة. الشاعر بندر ابن سرور العتيبي. قالوا حكوبك قلت يا هن وش عاد بيدي ربي رزق نفسي وجلها أقولها وعيدها يا ابن الأجواد ونيابة عني اللي رحت قلها.
الشاعر الحميدي ابن حمد الحربي. كنا ولا من قلت حنا تحنا كل الكلام بعطر تاريخ الأجداد، حنا ولا من قلت حنا تحنا كل الكلام بعطر تاريخ الأجداد، المجد هم وهام فينا وغنى، المجد هم وهام فينا وغنى، حتى علينا من على روس الأشهاد يا كبر حظ اللي نخانا وثنى، نشد له فوق الفخر سرج وشداد، نهلل التاريخ غطرف وطنا، ونسولف وعنا رجاجيل وجواد، ونبان لك شمس ترى ذيك حنا، نشرق مدام الظلم ظلمة وحساد، نبان لك شمس ترى ذيك حنا، نشرق مدام الظلم ظلمة وحساد، يا بنت عندي كان رمشك تمنى، وشق لك ثوب السما جود وعناد، وشد لك زمل بجفن المعنى، واسري بوجهك لا غشى وجه يسهاد، يا حلو قدك يوم قدك تثنى، محد تغنى فيك من خوف الالحاد، حن البدو حن البدو يا بنت هذا لحنا، نحبك أكثر لا غدا حبك جهاد، وحن البدو يا بنت لا من نخنا، بناتنا في ثالث العيد الأعياد، حن البدو يا بنت هذا لحنا، نحبك أكثر لا غدا حبك جهاد، وحن البدو يا بنت لا من نخنا، بناتنا ثالث العيد الأعياد، وحن البدو ونقلت يا بنت حنا، فاح الكلام بعطر تاريخ الأجداد. إلى هنا عزيزي المشاهد نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، لنا لقاء معكم في الأسبوع المقبل، ونشكر جميع الأخوان الفنيين اللي تعاونوا معنا، ونشكر مخرج مواد هذه الحلقة الزميل علي السميري، ونشكر مراقب مواد هذه الحلقة من قبل ديوانية شعراء النبط الزميل محمد مشعل العجمي، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، استودعكم الله وفي أمان الله.